دابا الان جئت به لصاحبه باش تستعملو خصك تاخذ الاذن ياك لا ماشي ايوا دابا الان الاخ يستعمل ياك ايوا دار ولات امانه الان مرحبا دابا تفضل اسيدي ما كاينش باش نجربو هنيت باش لا خدام خلي خلي نعم قال محمد فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه الله وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم يا رجل لازلنا في النور ما كنتيش معنا قلنا النور وفيها تفصيل هل هو اسم من اسماء الله ليس كذلك بلى لو قالوا نعم لكفروا قال ألست بربكم إيش قالوا بلى لو قالوا نعم لكفر مفهوم لأن النفي نفي نفي النفي إثبات أما آش تأكيد النفي نفي طيب وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني موسى بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن موسى بن عقبة أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك دعاء ثم ذكر الدعاء في أوله يا نور السماوات والأرض نعم طيب هذا الحديث الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد هنا هذا الحديث استدل طبعا لازلنا في بيان ما يتعلق بالأسماء والصفات لله جل وعلا استدلال المؤلف فذكر هنا في بيان صفة واسم مختلف فيه بين أهل العلم في إثباته وهو نور صفة النور ثابتة ما في خلاف صفة النور لله جل وعلا ثابتة بالأدلة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية لكن الإشكال هو في إثبات الاسم لله جل وعلا أهل السنة فيما بينهم اختلفوا بين مثبت وبين النافي من أراد أن يكتب فليكتب اختلف العلماء في اسم النور هل هو من الأسماء الحسنى أم لا إذن على قولين القول الأول أنه من الأسماء الحسنى لقوله تعالى الله نور السماوات والأرض قال ابن القيم والله سبحانه وتعالى سمى نفسه نورا وجعل كتابه نورا ورسوله صلى الله عليه وسلم نورا ودينه نورا واحتجب عن خلقه بالنور هنا نقطة مهمة ذكروا ذكر في الأحاديث حينما قال وحجابه النور حجابه هذا مخلوق لا يلتبس حجابه النور هذا من مخلوقاته نور مخلوقة لو كشف لاحترق
هذا نور ذاته من انتهى إليه آش مد بصر من انتهى إليه آش من خلقه. فهذا آش نور الله عز وجل تعلق به صفة مفهوم. أما آش مثل بالشرك حينما تقول حجابه النور هذا المقصود به آش مخلوق. نعم الله عز وجل صفة يعني ماشي مخلوق. لا انت ما تختارني. لا مش ميري انت ايش قلنا قبيلة لو كشف الله عز وجل نور وجهه لاحترق هذا شنو هو هذه الصفة ذاتية. لكن حجابه النور فهمنا ده الآن هذا هو اللي قلنا لك نعود الكلام عبرجي تعودوا ما كين بس ستي الشيء إذا تكرر تقرر. وعند الأصوليين الشيء إذا تكرر تحرر. زين ننزيد أمني ننزيد وجعل دار أوليائه نورا يتلألأ. ولذلك ذكر في النونية نونية ابن القيم قال والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان. إذا معنى ابن القيم يرى أن الله عز وجل له صفة النور وأن اسمه وأن اسمه النور. إذا فهو يثبت الصفة ويثبت الاسم. كذلك ابن خزيمة يرى أن النور اسم من أسماء الله. لذلك من عبد على النور لا يلام على قول بعض أهل السنة مفهوم عبد النور. القول الثاني أنه ليس من الأسماء الحسنى. لماذا؟ قالوا لأن الأسماء توقيفية. مرت معنا القاعدة أول قاعدة أن أسماء الله عز وجل صفاته توقيفية لا دخل للعقل فيها. طيب ولم يثبت أن النور من أسمائه تعالى. وبناء على ذلك فلا يصح تعبيد الاسم له فلا يقال عبد النور. علاش؟ لأن الاسم الذي يعبد على إثره لابد أن يكون اسما مطلقا ليس مضافا. اشتريا صراحة رقي الله يرضي اسم مطلق. كني اسم مطلق معنى ليس مضاف. زي إلا مسألة الأولى قلنا كم جوج أقوال ما لك انت خليك معنا بعد احنا باقي في القول الثاني. ولكنكم قومون تستعجلون. من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. دابا نحرمكم من السؤال. لكن ضبط اش قلنا الاولى من قال انه اسم من اسماء الله فله التعبيد له معنى أن يقول عبد النور. على القول الثاني الذي نحن بصدده يقول أنه ليس اسم من أسماء الله. قلنا لعلاش؟ قال لأنه ليس اسم مطلق لم يأتي اسما مطلقا لكن مضافا نور السماوات والأرض. لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة أن اسم الله نور. كين؟ ما كينش. ما أتى ما جيء إلا إلا مضافا. لذلك من أراد إثبات النور لله جل وعلا كاسم لابد أن يأتي به كما ورد فيقول نور السماوات والأرض. من هنا من فسر قول الله عز وجل نور السماوات والأرض بمعنى منور وإن كان على قول قول أهل الأهواء
يعني معنى الذين خرجوا كالمعتزلة وغيرهم قالوا منور يعني نور السماوات الأرض، هذه المعتزلة لا يثبتون لا اسما ولا آش ولا صفة، هذا لا التفات إليهم. نحن نتكلم عن أهل السنة، ولذلك قلنا دائما القاعدة لازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يقول بذلك اللازم في موطن آخر أو في موضع آخر. صافي الشرب ولا تتكسر ياك نعمش أنا عندي كشوفية كدير أنا عارفة كنقول صافي كل شيء مشى مشى. لازم المذهب شنو هو المذهب دابا الآن؟ قول له لازم الصفة لها آش لازم لا لازم. حينما نقول لله يد إثبات الصفة اليد ما لله جل وعلا، الصفة التي هي اليد هل ليس لها لوازم؟ لها لوازم كل صفة دين إلا ولها لازم. صافي عاوتاني تفضلتي غادي دابا مزيان ياك اذا معنى الصفه عند لازم، حيث من لوازم اليد العطاء المنع البطش، هذا ايش كتسمى؟ لوازم اليد. لكن حينما تاتي للصفه اليد وتؤولها الى لازمها نقول هذا يسمى لازم المذهب ولا ماشي لازم المذهب؟ لازم المذهب ليس بمذهب، ما نحكموش عليك دابا بأنك مؤول حتى تقول بذلك اللازم في جميع مواطن اليد. إلى جدي في أي موطن فيه إثبات اليد لله عز وجل سواء من القرآن أو من السنة وقلت أنها آش القدرة، عشان نقول لك أنت مؤول بمعنى تنفي صفة اليد عن الله فتؤولها آش بالقدرة بلازمها. ولذلك أهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون لازم الصفة. فإن كنا في التفسير بعض المرات تجد ابن عباس وغيره من المفسرين فيذكرون لازم للصفة فلا يقال أنه آش تأويل، عفوا لا يقال أنه مؤول لكن يقال آش فسر باللازم لاقتضاء السياق بذلك. فهمنا باش نفهموا المعنى ديال السياق ديال الآية أو الحديث جاء باللازم لبيانه، لكننا نقول أنه مذهب له حتى يقول آش في جميع مواطن الصفة اليد أنه آش. لذلك لازم المذهب ليس بمذهب حتى يقول بذلك اللازم في موضع آخر. فهمنا دابا؟ شرحنا؟ وش مفهومة؟ طيب إذن معناه توقيفية فلا يعبد، وهذا القول قال به جماعة من أهل السنة والجماعة. إذن الخلاف دائر بين أهل السنة والجماعة، فمن جعله إسمان لا يعاب عليه، ومن نفى الإسم فكذلك لا يعاب، بل هو عندي أرجح. لماذا؟ لأنه كما قلنا لم يرد لفظ النور اسما لله عز وجل هكذا مطلقا، لكن جاء مضافا. مادام أنه آتى بمضافا والأصل عندنا التوقف فإننا نأخذ ما ورد بإضافته إن أردنا الإثبات. فهمنا؟ لكن الصفة لا نقاش فيها. فهمنا؟ طيب اقرأ. قال محمد فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو كينونيته، لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به.
نعم كبر. هناك مسألة وهي فيما يتعلق بالخلاف الذي حصل بين أهل العلم في مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم لم يرى ربه، خلاف طويل عريض بين أهل السنة والجماعة في هذه القضية، بين مثبت وبين نافي. يعني بمعنى أن الرؤية عنده رأى ربه رؤية عينية، وبين القائل أن الرؤية هي رؤية قلبية وليست رؤية عينية. مفهوم؟ لدي الراجع فيها أن الرؤية رؤية قلبية وليست رؤية عينية. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أتى أو افترى على الله، أو أتى بفرية كما في الرواية، أو كذب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤيده، حينما سئل هل رأيت ربك ماذا قال؟ نور أن أراه. فهمنا؟ نور أن أراه. مفهوم؟ هذا هو المقصود. ففيه إثبات الصفة لله جل وعلا. نعم. هنا قال محمد: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة التي مر معنا، القاعدة عند أهل السنة والجماعة، أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتعدى ذلك لأن توقيفية. قال هنا: وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير. بعض أهل العلم ينكر على المؤلف إراده لمسألة التحديد ومسألة التقدير، فقال مثل هذا يترك، لأن أهل السنة عبروا بعبارات أخرى وهي من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل في هذا. لكن هنا مسألة دقيقة، كأن المصنف أو المؤلف أراد الإشارة إليها، وهي مسألة إثبات الحد لله. طيب يا عبدالي الشعب ردت صوتي يا كسو شيخ، هو حد إشكالية. طيب، اختلف السلف، لكن قبل ما أقول لكم اختلف السلف، قرأ عندك طيب قرأ التعليق اللي كتب صاحب الله، قال: فقوله فتحده، تابعوا اللي عندهم كتاب يتابع لتحت، التعليق رقم 2. قوله فتحده، قال ابن أبي العز، قال ابن أبي العز رحمه الله: من المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره. معنى لأن الحد هو الحاجز بين الشيئين، يعني حينما نقول الحد يميز بين شيئين، هذا هو المقصود بالحد، معنى تمييزه عن غيره، هذا حد لهذا. إذن هذا ليس له ارتباط بالآخر، ركز معي، ليس له ارتباط بالآخر. والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم. غير حال في خلقه ولا قائم بهم، يعني معناه كأن هناك أبي العز يشير، كأن هناك وهم المعتزلة يقولون أن الله عز وجل ليس له حد، ليس له حد، وما دام أنه ليس له حد فهو حال ومرتبط. فهمنا؟ لذلك السلف حينما كانوا ما يتكلمون في هذه الأشياء، لكن حينما يأتي من يريد تشويش عقيدة المسلمين، لأنهم كانوا يقرؤون، السلف ما كانوا يتكلمون، صحابة وتابعين وغيرهم ما كانوا يتكلمون في هذا، لكن لما برزت الفرق كالمعتزلة والجهمية قبلها والمعتزلة ومن شاكلهم، صارت صارت إشكالية، صار أهل السنة مجبرون على رفع
الإشكال، بل إقرار شيء ردا على آه من باب المقابلة، من باب المقابلة، لكن يجعلون هناك آه ضوابط حتى لا يفهم السامع أو المتلقي أن المراد بالحد ما تعرفه في تعريفك الحد الذي هو آه الحيز الضيق الذي تعرفه في آه، لا إنما أرادوا الحد التمييز. الحد هو أنا آه سمع، لأن لا تدركه الأبصار ولا يحيطون، ما تستطعش تحيط بالله عز وجل، ممتنع، هذا ماشي في الدنيا احتفل آه، تاب الآخرة ترى ربك لا إشكال فيه، لكن تحده ممتنع عن الخلق، مفهوم؟ إذا خلينا نشوف شوي بشوي، أنا عباش نفهم قد ما فهمتوا غادي معايا، باش تبقاو غادي معايا، حيت هذا هو القرار خصنا عاود نشرحوا، خصنا مشكلة، فهمنا دابا النقطة؟ إذا معنى الحد والتمييز حينما ذكر، لأنه قال هنا زيد بل هو القيوم القائم بنفسه القيوم القائم بنفسه زين المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى ركز، فالحد إذا المعنى كيثبت ولا ما كيثبتوش؟ مالكم يثبته، فالحد بهذا المعنى زيد لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، إذا المعنى ما خصناش ننزعوا فيه، إذا كان الحد مراد به التمييز بين الخالق وبين آه مخنوق، فلا تقول آه أن الخالق ما دام ليس له حد في تعبيرك فجعلته آه ملتصق بخلقي لا ينفك عنه، صارت مشكلة لا ماشي إشكالية، والله عز وجل منزه. لذلك أهل السنة ماذا يقولون؟ خلق السماوات والأرض وجعل العرش فوق السماوات والله فوق العرش زيد بائن، لجود بائن من خلق يا كثير معتقد، على جابوا كلمة بائن باش ما تجيش ما تقولش أنه آش ملتصق ملامس للعرش مستغن عن العرش، لذلك قال بائن من خلقه زين، وراء نفي إلا نفي وجود الرب، إنه ليس وراء نفي إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته إذا معناه مقصود، إذا هنا إطلاق، فورد عند السلف إطلاق الحد ونفي الحد، يبقى عندك نجد أهل العلم يثبتون الحد، أهل السنة تارة ينفون الحد، وش عندهم إشكال؟ لا إذا نفهمه لبا يكسب، إطلاق السلف للحد ليس من باب الصفات وإنما هو من باب الإخبار، احنا رجعنا شنو القاعدة قلنا يلا شكرا ذكرنا ولا نجيب هاد الشنطو ما شاء الله كل ما جاوبتوش قلنا سبحان ربك رب العزة عما يصف، باب الإخبار أوسع من باب الصفات وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فهمنا مفهوم؟ طيب يلا إذا قلنا شوينهم باب الإخبار ولهم فيه استعمالان، الأول يعني استعمال الأول في حال الإثبات، شنو نعمل في حال الإثبات؟ يثبتون الحد، يقول لله حد، ومن الآثار الواردة في ذلك، ومن الآثار الواردة عفوا في ذلك ما رواه الخلال بسنده عن محمد بن إبراهيم قال قلت لأحمد بن حنبل يحكى عن ابن المبارك وقيل له كيف نعرف ربنا، كيف نعرف ربنا، معنى سئل ابن المبارك كيف نعرف
ربنا؟ الجواب قال في السماء السابعة على عرشه بحد. ايش دلنا ابن المبارك اثبت الحد لمن؟ من باب الاسماء والصفات، من باب الاخبار، من باب الاخبار كما قلنا. فقال ايش بحد؟ علاش قال بحد؟ نحن جايين. فقال احمد هذا هو عندنا، يعني ما قاله ابن المبارك نقول به، معناه انه فوق العرش بحد. وعن حرب، يعني من الآثار، وعن حرب بن إسماعيل قال قلت لإسحاق بن راهوي ولا راهوية؟ راهوية، فرق بين المحدثين وبين النحويين أو اللغويين. اللغويين كيقولوا أش ويه، لكن المحدثين يكرهون كلمة أش ويه، فيقولون ابن راهوية. طيب، إذن هنا قلت لإسحاق بن راهوية هو على العرش بحد؟ قال نعم. أثبت الحد لما أثبت؟ أثبت. وعن ابن المبارك قوله هو على عرشه بائن من خلقه بحد. قال شيخ الإسلام بن تيمية في نقد التأسيس، قال شيخ الإسلام بن تيمية في نقد التأسيس إن كثيرا من أئمة السنة والحديث كعثمان بن سعيد الدارمي وعبد الله بن المبارك ورواية عن الإمام أحمد والخلال وإسحاق بن راهوية وابن بطة وأبي إسماعيل الهروي وابن مندة وقوام السنة الأصبهاني وإسماعيل بن الفضل التيمي والقاضي أبي يعلى، كلهم هذو إمام أهل السنة، وغيرهم وأكثر من ذلك يقولون إنه فوق سماواته على عرش على عرشه بائن من خلقه بحد. دابا شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل لنا عن من؟ عن أئمة أهل السنة، وذكر أسماء وقال وغيرهم وأكثرهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بحد. هذه الحالة يجي التوضيح لها. الحالة الثانية هي حالة النفي، الأولى في حال الإثبات، الآن في حال النفي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل هو الإمام أحمد ما معنى قوله وهو معكم وقوله سبحانه وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه؟ قال علمه محيط بالكل، علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة. أشيرنا هنا بلا حد تم. ابن المبارك حينما رفع له ما قال ابن المبارك قال آش هو عندنا، معنى بحد. هنا قال آش بلا حد ولا آش ولا صفتين. والله عز وجل على عرشه ليس له حد، والله أعلم بحده. نفياش الحد. دابا اش خصنا نديرو؟ توضيح المسألة ليس الترجيح. ماشي أنا الموارد نفي وإثبات، تارة يثبتون الحد وتارة يأتون بنفي الحد. إذا خصنا توضيح، توضيح المسألة كتب. أما الاستعمال الأول اللي هو الإثبات، فقد استعمل في مسألة إثبات علو الله
على خلقه. ركز دابا الآن إثباتك علو الله على خلقه وتمييزه وانفصاله عنهم وعدم اختلاطه بهم أو حلوله فيهم. فلما زعم الجهمية أن الخالق في كل مكان وأنه غير مباين لخلقه، فلما زعم الجهمية أن الخالق في كل مكان وأنه غير مباين لخلقه ولا متميز عنه، قال بعض أئمة السلف إن الله سبحانه وتعالى على عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، وذكروا الحد. إذن لما ذكروا الحد، إثبات الحد، شو المقصود به؟ المباينة والتمييز. المباينة والتمييز، فهمنا دول المقصود؟ قول السنة. إن الله سبحانه وتعالى، قال بعض أئمة السلف إن الله سبحانه عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، وذكر الحد. زيد كمل. لأن الجهمية زعموا أنه ليس له حد، وما لا حد له لا يباين المخلوقات ولا يكون فوق العالم. إذا جدروا دبل انفواش انفوا المباينة وانفوا أنه آش العلو، انفوا العلو لأنه قال ليس فوق العالم، لأن الله سبحانه وتعالى فوق آش فوق ولا لا، هي فوقية معناه السماوات والعرش والله فوق آش فوق كل الخلوقات، بائن من خلقه معناه تميز مستغن عن آش مخلوقات منفصل عنهم، فهو مدرة. طيب، أما الاستعمال الثاني اللي هو النفي، علاش نفاو؟ وذلك في مسألة نفي الإحاطة بالله علما وإدراكا. إذن بالنفي دي الحد شنو مصب علاش؟ الإحاطة والإدراك. ما تقصدش بأن الحد كما قلنا الحد، الحد هو الحيز الذي يمكنه معرفة حجمه طوله وعرضه إلى آخره، هذا منفي عنه. لأن الله سبحانه وتعالى حجب عنا الإدراك، مفهوم؟ لا تدركه الأبصار، تراه لكن لا تدركه الأبصار، لأن الإدراك هو الإحاطة ولا يستطيع أحد أن يحيط عنه. فإذا النفي هنا هو نفي الإحاطة بالله علما وإدراكا. فلا منازعة بين أهل السنة بأن الله تعالى غير مدرك الإحاطة والخلق عاجزون عن الإحاطة به، فهم لا يستطيعون أن يحدوا الخالق جل وعلا أو يقدروه، لا يستطيعون أن يحدوا الخالق جل وعلا أو يقدروه أو يبلغوا صفته. فمن نفى الحد فعلى هذا المعنى وهو مصيب. فهمنا ذلك الآن؟ إذن حينما يأتينا كلام عن السلف إثبات الحد، نعرف أن المقصود هو المباينة والتمييز والانفصال. وحينما يأتي نفي الحد، المقصود به هو الإحاطة والإدراك وبلوغ كنهه،
فلا يستطيع أحدون أن يبلغ ذلك. إذا لا خلاف بين القولين بل هما من ألجأهم لذلك؟ هل كانوا سيتكلمون في هذا كما قال الإمام أحمد؟ قال والله ما دخلنا في هذا إلا إلا حينما تكلم أهل الأهواء لإفساد عقيدة الناس وجب التصدي. ولذلك كما يقال شيخ الإسلام ابن تيمية يأتي بعبارات من باب التجوز للرد، يعني من باب المقابلة، فيأتي بأشياء من باب الإخبار لا من باب لا من باب الصفات ولا الأسماء، فيخبر عن الله عز وجل ليرد على على المخالفين. فهمنا الآن القصد؟ نعم تحدث. لازم إيه مزيان زيد نحن معكم. ها تفضل. ما هو الآن هليك من احنا بشاش لما كتقول انت المعية حقيقية حتى اش لا يظن الانسان ان المعية محصورة في العلم. شنو المعية؟ لانك انت شنو كتقصد بان الله عز وجل في نزوله باش تعرف نزول الله عز وجل مسائل التي فيها يجيء والنزول دين ديالك يبدا اش تصور. انت كتمنع التصور حينما تعلم ان الله عز وجل اكبر من كل شيء. لذلك حينما قال انا قلت ديما ملي يجي باب الاسماء والصفات باش تسد الباب تذكر حديث ابن عباس. شو حديث ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والارض، وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي والعرش. هل الكرسي هو العرش؟ لا. العرش أعظم قدرا من ماذا؟ من الكرسي. اسمع، العرش أكبر حجما من الكرسي، بل الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلت. لا إله إلا الله. استوعبتي ولا مازال؟ دابا الكرسي اللي هو وسع السماوات والارض كلها بمن فيها ولا لا؟ هذاك الكرسي بالنسبه للعرش اشنو هو؟ يعني معناه هذيك الطوق اللي كتلاحوا في ارض فلات هي الصحراء. اذن كيف العرش؟ لا اله الا الله. ورب العرش لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت يا ظالم. فهمنا دابا المقصود؟ نعم. شكلنا يمكننا زيت أش قريتي؟ أي لا مريض أغسلت قرأ الحديث ولا تشبيه كملوا الله يجزيكم بخير. بالنسبة للأسئلة باش ما نقطعوش الدرس يكون في آخر بعد الانتهاء. الله يجزيكم بخير. كتب لي عنده شي حاجة يقيدها. نعم. وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. هذا هو اللي شرنا ليه. يعني أما الحد بمعنى العلم والقول بمعنى العلم بالله عز وجل إحاطة وإدراكا على ممتنع. نعم. قال أبو القاسم القشيري في رسالته سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت أبا منصور بن عبد الله، سمعت أبا الحسن العنبري، سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول وقد سئل عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول وتراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه ينظر إليه المؤمنون بالأبصار فين؟ من غير إحاطة فين؟ على آخر
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واضح؟ إذن تراه لكن تحين لا. والعيون لا تدركه ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. لا إدراك نهاية مفهوم هذا هو الكلمة قلنا. إذن فالحمد بالمعنى الذي هو الانفصال التمييز هذا إثباته آه من باب الإخبار عقل من باب الإخبار. وأما الحمد بمعنى العلم والقول فهذا منتفي فهذا منتفي. ولذلك السلف حينما يتكلمون عن الحمد فترى الإثبات كيمشي الذهن ديالك أنهم يريدون الرد على من جعل الخلق مفهوم. والذين ينفون إنما ينفون هذا الإحاطة. نعم. قال هنا عندكم فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه القاعدة في باب الأسماء والصفات أن الله عز وجل أثبت ونفى التشبيه والتمثيل. سميع بصير للخلق سمع ولهم بصر ولله جل وعلا سمع وله بصر وليس سمعه وبصره كسمع المخلوق أو بصره ليس كمثله شيء. فنفي المثلية ونفي التشبيه وإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. الاسم مع الصفة لأن هذا أسماء السميع البصير اسم وقلنا القاعدة كل اسم متضمن لصفة ولا عكس. قلنا شو لما قلنا ذكرنا القواعد ما ذكرناهش قواعد سلا وتنضموا لله الحمد لكن عمر تنضموا تقريبا وقيل في شي 43 بيت 43 بيت في القواعد. وإحنا بقي كل مرة كنضيفوا اليوم نخليكم تسلم ياك نعم 43 احنا كل مره كان ياك نعم ضيوفكم الخير نيجي نلقاكم حافظين القواعد لان غنجي مره وغنقفلكم حينها نشوفكم تستاهلوا نقولوا لكم النظم ولا ما نقولوش اش بان لكم ها لا مش اللي بان لي احنا ناش دابا علقناه بشرطه فان تحقق الشرط تحقق المشروط واذا انتفى الشرط انتفى المشروط. نعم الشيخ العلماء نظموا المنثور اللي يسهلوا على الطلبه. يا سلام لا سيدي حبي انا المنثور باش المنظومات لان المنظوم للاستحضار والمنثورة للفهم والاستيعاب تفقين؟ طيب لأن أعطي إذا أعطيتك النظم وما فهمتيش وما حفظتيش المنثور ما غتخشع في المنظوم والو فهمتي كيف القصد؟ لأن هذا خصك تعرف الصعب هو أن تنظم المنثور لما كيكون عندك المنثور تبغي تنظمه كيولي صعب واسأل به خبيرة. علاش؟ لأنك تحتاج أنك أنت مقيد بوزن معين وأنت مطالب بإنزال القاعدة إذا فتحتاج إلى تقديم وتأخير. إذا ما فهمتيش أنت غادي النظم لأن غادي النظم غنشرحوه لك سريعا غتفهمو لكن إلا ما كنتيش ضابط قواعد قبل وعارف النظم عاك تسمع النظم كتقول هذه القاعدة فلان فلان بفهم سيخير تبارك الله عليك. نعم فقلنا هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال لم تره العيون لم تره العيون فتحده كيف هو كينونيته. لكن كأن في العبارة كما يقول شارح في العبارة فيها شيء من قال صواب قال وفتحده كيف هو واحد صحيح كيف هو أو تقول فتحده كيف كينونيته له هو
مفهوم الكينونية معرفة الإحاطة، لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. شقة عجني رأس القلوب. شقة عجني. يعني نجوم. تكسب. رأته بمعنى ها عالمته معنى معلوم في القلوب. يلا جيبوا لي شكون قال هذه. الاستواء معلوم. معلوم ولا ماشي معلوم؟ إذن كيف معلوم؟ علمته القلوب، عرفت معنى الاستواء. والكيف هي كينونته، الكيف مجهول والسؤال عنه إلى آخره. تعلم بارك لنا غندخل دابا مسألة أخرى، وهي إن الله خلق آدم على صورته، خلاف طويل عريض بين أهل السنة في هذه المسألة. وإلى ذلكم الحين، وفي كل حين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجعل الله إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.